هناك حقيقة كلما كان هناك عجز على فتح مسارات وسبل المستقبل اللي كيثق فيها الشعب وتندمج وكينخرط فيها، كلما كان هناك بالنسبه للمغرب ولا اي بلد هناك نزوع نحو تغليب المقاربه الامنيه. طبعا الامن كامن هو حق، ما هوش الى بغينا نقولوا شي حاجه اللي هي يعني ما مرتبطاش بحياه المغاربه. الامن حق، ولكن اذا كان هناك نزوع نحو المقاربه الامنيه كتولي هي الغالبه وكتغلب على المجالات الاخرى. فاذا التحدي اليوم هو انه يكون الامن وفي نفس الوقت ان يكون التجاوز ديال عناصر اللي كتبان الان بانه حقيقه كنمشيو في مقاربه امنيه. وهذه المقاربه الامنيه جايه من ربما من تضبب الافق الان، لانه تيخصنا نخرجوا من واحد الازمه اللي حنا تنعيشوها الان واللي كيحس بها الجميع واللي كتظهر في تعبيرات مختلفه بالنسبه للمجتمع. بالنسبه للطبقه السياسيه كنشوفوها بانه يعني واحد النوع ديال يعني الانتظار والانتظار بالخصوص، كنشوفوا الغليان على المستوى الشعبي، كنشوفوا اشكال ديال التعبير اللي اصبحت تتجاوز يعني في قوتها وفي افقها وفي مطالبتها كل ما يعني كل مؤسسات الدوله، وفي بعض المرات كتدخل يعني في علاقه صداميه مع مؤسسات الدوله في اعلى مستوى. هذا الشيء كيعني بانه كاين هناك يعني حقيقه ازمه حقيقيه في بلادنا، ازمه اللي يمكن لها تعطينا فرصه ديال التقدم الى الامام، ولكن يمكن لها تكون فرصه لا قدر الله او لا مناسبه الانتكاسه لا يرغب فيها احد. وهذه مساله كتتعلق بالخيارات اللي غادي ناخذوا، الخيارات على المستوى السياسي، الخيارات على المستوى المجتمعي، الخيارات على المستوى الاقتصادي عموما. وهذا هو الموضوع اللي تناولناه في المذكره ديالنا اللي قدمناها للدوله منذ 4 شهور، واللي اليوم كنحاولوا باش نناقشوها مع الفعاليات المختلفه في المجتمع، باش ننصتوا باش لكي ننصت من الذي تقوله، من الذي تنتظره، من الذي تقترحه، من الذي تتخوف منه، من الذي يخامرها دون ان تستطيع ان تعبر عنه الى اخره. هذا هو الدور اللي كنحاولوا باش نقوموا به كفاعلين في المجتمع المدني اللي ما عندهمش رهانات ذات طبيعة سياسية محضة أو ذات طبيعة انتخابية، أو بحيث تستطيعوا نحاولوا نلامسوا شنو هي الإشكالات الحقيقية. فإذا اليوم هذه المناسبة ديال باش نرجع للنموذج التنموي باش نشوفوا أشنو هي التحديات الكبرى. كاينة تحديات على المستوى السياسي، لأنه كنعتبروا هذا الشيء قلناه بأنه الحديث على النموذج التنموي هو حديث على فترة ديال جيل على الأقل ديال 20 سنة. إذا اللي كنتناقشوا ما كنتناقشوش على سنة أو سنتين، ما كندخلوش في الزمن الانتخابي. ثانيا النظرة الشمولية، ما هيش النظرة اللي هي مقتصرة على مجال من المجالات، يا إما البطالة يا إما التعليم، لا، هذه نظرة شمولية بمعنى نظرة ديال المغرب كيفاش كنتصوروه من هنا 20 سنة. ثالثا المسألة كيف تنقولوا كترتبط كذلك بالقرار السياسي. بالنسبة لنا بأنه يعني الإقرار الملكي بنهاية صلاحية النموذج التنموي هو في الواقع إقرار ضمنيا بنهاية النموذج السياسي، النموذج ديال التدبير السياسي. ما يمكنناش نستمروا هكذا. تيتخصنا، وهذا الشيء مطروح في النقاش العمومي ما يمكنش نتغاضاو عليه. كاين هناك يعني الأطروحة ديال التدخل ديال المحيط يعني ديال يعني القرار في اشتغال احزاب سياسيه. هذا الشيء كان بهذا الحده او ذاك، كان في هذا المستوى او ذاك، كان حقيقي 100% او ذاك، هذه مساله كنعتبر بانه ان الاوان باش نقولوا جميعا كمغاربه يجب ان ينتهي هذا الواقع. وجميع طبعا القوى السياسيه او الاحزاب السياسيه اللي يعني تعللت بهذا الموضوع، كاين منها اللي اختار الخنوع والادعام،
وكاين اللي اختار الدخول في يعني صراع ديال ميزان القوى وديال التشنج ديال غيره. ما حنا من اجل اصلاح نظامنا السياسي ما حنا مطلوب منا لا نمشيو في الاتجاه ديال الادعان، يجب ان ينتهي نهائيا، ديال الاحزاب السياسيه تدعي يعني تنتظر الاشاره. لا، هذا الشيء ما هو لا في مصلحه يعني الاحزاب السياسيه ولا الشعب ولا الملكيه، باش نقولها بكل وضوح. وتنقول هذا الكلام لان في الخطاب الملكي المرجعي في هذه المساله ديال النموذج التنموي تيقول بانه نريد مقترحات بدون مجامله ولا تنميق، بمعنى هذا هو. اذا كان النقاش الوطني اليوم غادي يكون فيه المجامله ولا التنميق ما كاينلاش منه. إلا كان غادي يكون اللحظة ديال هاد المصارحة وديال هاد المطارحات وديال هاد المقترحات كيف ما بغات تكون جرعتها ونسمعوها لبعضياتنا، مرحبا. وفي هذا الإطار دخلنا في هذا الموضوع. فإذا في هذه المسألة وتنقترحوا دابا في المذكرة ديالنا اللي من 200 صفحة هي موجودة وسوف تكون لها يعني مناسبات للمناقشة في جهات مختلفة من البلد واستماع النخب الجهوية، لأن مسألة الجهوية هي تحدي في بناء يعني الدولة ديالنا. فإذا يجب حنا نقترحوا في هذا المجال أنه القانون يحدد أولا شكون هما الشخصيات المعنية بهذا الموضوع ديال التدخل ماشي التدخل، ياك. وثانيا يحدد يعني عقاب فيما يتعلق بهذا الموضوع إلا بقى. العقاب ماشي فقط غير على المتدخل، العقاب حتى على القابل ديال التدخل، حتى هو كيكرس هذا النوع من التدبير السياسي الذي يلحق ضررا كبيرا بمصداقية النظام السياسي. فإذا المسؤولية متقاسمة ويجب للقانون أنه يتدخل ويقول هذا. باش نتفاهموا، ما كيعنيش غياب المشاورات الذي يجب أن تكون مستمرة بين مختلف الفاعلين السياسيين بما فيهم الملكية، يعني في تدبير الشأن يعني الشؤون الاستراتيجية ديال بلادنا والإنصات والفايفيان ديال الآراء وديال التصورات وديال غيره، حفاظا يعني على مصالح ديال بلادنا. فإذا كان هناك فرق ما بين يعني التشاور وما بين الإذعان أو يعني الفرض ديال الموقف السياسي المعين. كاين هناك أشياء أخرى يجب ألا يكون هاجسنا من الناحية السياسية، أنه يكون عندنا ديما إجماع خصنا نقبلوه بوجود الآراء ديال الأقلية ونحترموها، لأن الأقلية غدا يمكن تكون أغلبية. خصنا هاد الثقافة نكرسوها يعني عندنا كذلك. كاين انه الفكره القائله بانه اذا ما يعني تطورت حركه سياسيه معينه او حزب سياسي معين، يعني في ضمن طبعا احترام الدستور، ضمن يعني الاحزاب السياسيه والقوى السياسيه اللي تحترم الدستور، اذا كان هناك يعني تطور او تنامي قوى سياسيه هو يعني خطر على الاستقرار، ابدا بالعكس. يعني احترام الاغلبيه ماشي خطر على الاستقرار، هو تقويه للمصداقيه ديال النظام السياسي. كنقول هذا الشيء علاش؟ لانه كنشوفوا كيفاش المغاربه كيتصرفوا مع الطبقه السياسيه، واصبحوا يتصرفون بواحد الشكل اللي هو يعني عنيف جدا لفظيا، وكيرفضوا رفض مطلق. وحتى الحركات الاحتجاجيه الاجتماعيه لا تجد نفسها في هذا. اذا مطروح علينا انه نغيروا من طريقة تدبيرنا السياسي يعني في جميع المستويات. طبعا إذا ما بغينا نجسدوا المبدأ ديال المحاسبة يعني المسؤولية في مقابل، خصنا يعني نفدوها على كل من يتخذ قرار. احنا حقيقة كندعيو لأن الأحزاب السياسية تحمل مسؤوليتها في كل ما يتعلق بمسؤوليتها في السياسات العمومية. طبعا كاينه أشياء اللي كنعتبروا بأنه خاصها تبقى من صلاحيات الملك المعروفة كلاش نفصلوا فيها، ولكن في السياسات العمومية المتعلقة بالبلد خاص تكون مسؤولية ديال الأغلبية، مسؤولية ديال الحزب السياسي اللي كياخذها، مسؤولية ديال يعني الائتلاف اللي كيتحمل المسؤولية على مستوى الحكومة باش نقدروا نحاسبوه. وفي هذه الحالة نعززوا الدور التحكيمي، الدور التوحيدي، الدور يعني ديال الملكيه، لانه في هذه الحاله بالنسبه لنا كنكونوا كنديروا جوج الامور، كاين السياسات اللي كنحاسبوا عليها مواليها، وكاين يعني الملكيه اللي كتبقى عندها دور
يعني تحكيمي ودور يعني كيتدخل في اللحظات ديال الازمات الى اخره، اما الاشياء كلها كنتحاسبوا عليها. وهكذا كنعطيو يعني مصداقيه للعمليه السياسيه، وكنعطيو مصداقيه يعني للمحاسبه. كنعطيك ها مسؤوليه يعني قوم بها، ومن بعد غنحاسبك. هادشي كيعني ثانيا من جهه اخرى تقويه يعني قدرات الاحزاب السياسيه. كاين طبعا في نفس الوقت يعني مأسسة طريقة محاسبة يعني هاد الأحزاب السياسية. كاين واحد مجموعة ديال المقترحات كنقترحوها في هذا المجال، وفي نفس الوقت كنقترحوا يعني آليات ديال المحاسبة ديال الطبقة السياسية. مثلا كنقترحوا يعني ما يسمى ب يعني إمكانية الإقالة. أي واحد اللي هو منتخب إذا ما يعني لم يعتبر مناخبوه أنه لم يقوم بالدور المنوط به، فيمكن إقالته خلال الدورة التشريعية. وهذه القضية خصها تولي سلطة عند الناس، باش ماشي فقط يجيو يكذبوا البعض ولا يعني عدد لا بأس به على الناس في خلال يعني الحملة الانتخابية، ثم يتخلوا على الناس فيما بعد وينهمكوا في مصالحهم في قضاء مصالحهم. إذا مسألة في العمق يعني واحد مجموعة ديال القرارات اللي كتطلب منا يعني إعادة الثقة اللي الآن كنلاحظوا بأنه كاين بزاف ديال المؤشرات ديال أنها تضعف بشكل يعني حقيقة مقلق. أرجو ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.